السلام عليكم، معكم ياسين العربي، تعني متخصص في الكيمياء الصناعية وصاحب مشروع ومقاول ذاتي ديال بوستر. كيفاش كنقلب تنقول علاش ما نديرش شي حاجة أنا تنبغيها؟ الحاجة اللي أنا تنبغيها هي القهوة، تنشرب قهوة بزاف، تنريح حدا البارمان ديال القهوة تنشوف كيفاش يصايب القهوة. صافي بديت كنتعلم شوية، قلت علاش ما نديرش مشروع ديالي. بديت كنخدم في خدامي اللي هما شعبيين، تنبيع فراشة، تنبيع الحوايج، بيع الماكياج، كنبيع بزاف ديال الحوايج، ضرب عمر هنا في الدار البيضاء. تجمعت واحد راس المال ما فيتش 10,000 درهم. صايبت واحد البيكالا ثلاثية العجلات، حطيت فيها واحد لاماشين ديال القهوة بسيطة، دي موين سالين عاديين اي واحد يقدر يخدم بيهم. بحكم انني تندير ماشي غير قهوه بوحدها، تندير الفن ديال الرسم على القهوه، فالناس استجبت معايا، الشباب بدا كيعجبهم الكونسيبت ديالي. ايوا طلونسيني شويه، خدمنا شويه على لي ريزو سوسيو، سينون تعرفت واحد شويه دي فيديو فيسبوك، يوتيوب، والحمد لله حنا غاديين شويه بشويه.